السلام عليكم عبر قناة الحرية والجمال في برنامجكم كوميك شو. موضوعنا الليلة عن مصطلح. مصطلح لما تسمعه بيشيل هم. لما تسمع المصطلح ده نخلينك بتتنفخ، عيونك بتطلع لي برا، اضنينك بتكبر. مصطلح قاعدين يقولوا كثير من الناس في الشغل، في المواصلات، في الجامعات، بتسمعه في أي حتة المصطلح ده. ولما تسمعه بيشيل نفس عميق وبتخش في مرحلة سرحان طوالي. مرحلة سرحان دي لو فوزر يتكلم معاك بعد المصطلح ده انت بتكون برا الشبكة وبتكون ما سامعه. مصطلح مخيف، مهدد للأسر. مصطلح الليلة بقول لك التنكر جاء التنكر ما جاء، الليلة يوم الجاز، الليلة يوم البنزين، الليلة يوم الركشات، الليلة يوم العربات الكبيرة. مصطلح ألا وهو مصطلح أزمة. الأزمة بتعمل أزمة. نشوف الخبير الاستراتيجي قال لنا شنو في موضوع الأزمة. لقد ده سؤال لي قصي تخشني في علمي وتقول لي أزمة، انت صحيح لي ذاته معلوم من الأزمة. يا سعادة الخبير الاستراتيجي، شوف النظارة بتاعتي وين منت؟ رد لك النظارة. أيوة الخبير النظارة هناك ورا الجزمة، النظارة ورا الجزمة. أيوة أيوة أوبا، الخبير الاستراتيجي يستلم النظارة. أيوة يعني أنت أسم صحيني من النوم عشان تقول لي أزمة؟ أنت تقول لي الأزمة دي؟ أنت عارف مصطلح أزمة ذاته لما نزول يسمع ضربة قلبه بتدق، ضربة قلبه بتزايد بتزايد، احتمال قلبه يطلع برا صدره أساسا. وبعدين الأزمة ذاته أنواع، أزمة في الجيب، أزمة في الصف العيش، أزمة في البنزين، أزمة في الصدر هنا، في صدرك ده بيجيك أزمة. لكن أزمة ده الصدر مبتور عليها، بخاخ، بخاخين، ثلاثة، الأزمة ممكن تبقى كويسة، لكن أقل كتمة بتقوم الأزمة. أيوة. والعلاقة ما بين الأزمة والكتمة علاقة قديمة وعلاقة قوية شديد، قوية متماسكة مع بعض. بعدين الأزمة ذاتها لما تجي بتجيب معها كتمة شديدة، كتمة شديدة خالص. والعلاقة ما بين الأزمة والكتمة بتجي للزور الأساس اللي عنده أزمة. وبعدين دار أقول لكم حاجة، الأزمة لما تزيد عليك بيزيد عليك النفس، والكتمة بتجي من طيق النفس، ودي أزمة في حد ذاتها. وبعدين عشان أنت تعيش في جو ما فيه أزمة شديدة بتولد كتمة أشد منها، أنت محتاج تعيش في جو صحي، جو نقي، جو معافى من أي تلوثات عشان تعيش في جو صحي. بعدين مصطلح أزمة وكتمة مصطلح مخيف، يعني لما نقول لك كتمة الناس بتخاف، أزمة الناس بتجر، ده مصطلح مخيف لازم نغيره. أحسن بدل ما نقول أزمة وكتمة يا أخي نقول ما في عديل يا أخي. بدل نقول أزمة وكتمة خبيثة قال نقول ما في، ما في مشكلة نقول ما في، عشان الأزمة بتولد كتمة زي ما قال لكم، والأزمة مرحلتها بتجي بعد طوال الكتمة، والكتمة بتكون أشد من شنو؟ من الأزمة. عاوزين نعيش في جو نغي خالي من الأزمات وخالي من الكتمات زي ما قال الخبير الاستراتيجي. أنا بتفق معه في الموضوع بتاع شنو يا أخي يقولوا ما في. نشوف الاستطلاع بتاعنا بين الفرق بين الأزمة والكتمة. هو واحد الأزمة والكتمة واحد، يا هو مكتومين ومعزومين في نفس الع... قالوا فكت، يعني احنا بنجيب 3 ساعات 4 ساعات في صف البنزين، فكت كيف يعني؟ احنا نعرف فكت كيف يعني. قالوا فكت، فكت من وين؟ فكت من هنا وفكت من هنا، مشت هنا. قال لكم احنا معزومين يا اخوانا، هذا كلام واضح، واقف في الصف بتاع البنزين بالركشة بتاعته قال احنا معزومين ونحن مكتومين. اهو ده رأي المواطن ده. نشوف اللي بعده. الفرق بين الأزمة والكتمة شنو؟ والله الأزمة دي أزمة بنزين، أزمة عيش، أزمة هنا ممكن تفرق. الكتمة دي بتكتم مرة واحدة، مرة واحدة قال لكم، ده رأي واضح. أما كم نظارات قال لكم بتكتم مرة واحدة. نشوف اللي بعده. كتمت كتمت تاني ما في لا فرق. الفرق بين الأزمة والكتمة شنو؟ دي أزمة محددة يعني حاجة محدودة، لكن الكتمة دي كتمت نهاية خلاص. الفرق بين الأزمة والكتمة شنو؟ الفرق بين الكتمة والأزمة الزنقة. الفرق بين الأزمة والكتمة شنو؟ واحد واحد. الفرق بين الأزمة والكتمة ده قال واحد، لكن عجنب بتاع الزنقة ده ما برضو إجابة، قال الفرق بين الأزمة والكتمة الزنقة.
الزنقه دي حلوه، يعني الازمه والكتمه بجنوب بتولد زنقه، والزنقه بتدخلك في زقاق ضيق شديد يعني. الواد ده واقع عليه. فرق بين الازمه والكتمه جنوب. الازمه دي بتكون مشكله ممتده بتاخذ زمن طويل، ولكن الكتمه دي لحاجه بتاخذ زمن بسيط، قد يكون ساعه نص ساعه بكثير ساعتين وبتنقشع، لكن الازمه بتكون عندها استمراريه يعني. قال لكم الازمه عندها استمراريه والكتمه بتنتهي سريع، برضه دي اجابه يعني. عمك ده قال لكم يعني الازمه دي يعني ممكن يعني تكون يعني يعني فترتها يعني طويله، يعني تاخذ لها فتره طويله يعني. احنا الفتره الطويله دي نحاول نحن شنو نضيقها حبه، يعني نصغر الازمات. نصغر شنو؟ نصغر الازمات. كل ما صغرنا الازمات كل ما قللنا شنو الكتمات. ده كان الاستطلاع بتاعنا الليله في برنامج كوميك شو، الفرق بين الازمه والكتمه، ودي اراء واضحه، وفي ناس عبروا عن الموضوع بتاع الازمه والكتمه. في ناس قالوا انه يعني اضافوا مصطلح جديد سموه الزنقه، زنقت يعني زنقت، ده مصطلح جديد يعني بين الكتمه والازمه زنقت. نحن نشوف سيلفي الحلقه انظروا الى هذا السيلفي، انظروا الى هذا الشاب وهو يتصور جنب الطرمبه. عليك الله عون وشه تعبان كيف يعني، بكون واقف من الصباح اخ يعني، ووصل لما وصل الحته بتاعت المسدس بتاع الطرمبه ده يعني يعني داري يعبر، قام صور سيلفي. انظروا الى هذا الوجه، لكن والله اظن ده وشه بتاع جاز، الوجه ده وش بتاع جاز يعني. عليه تعبان كيف، مؤلمة حاجة مؤلمة. عليك الله عليهم. ده كان موضوعنا الليلة في برنامجكم كوميك شو عن مصطلح أزمة. شفنا الخبير الاستراتيجي، وشفنا الاستطلاع، وشفنا سيلفي الحلقة، وعرفنا الفرق بين الأزمة والكتمة. لكن أنا أوريكم الفرق بين الأزمة والكتمة شنو. الأزمة اللسك بتاعها صغير، أما الكتمة اللسك بتاعها شنو كبير. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم كوميك شو. السلام عليكم. Thank you.